السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. دي كرتونة 7 سنتي في 15 سنتي، هنرسم بيها الأرضية بتاعة الرسمة بتاعتنا النهاردة. يلا خلينا نشوف. هنبدأ باستخدام القلم يا جماعة، الماركر اللي هو القلم الفلوماستر اللي هو ما بيتمسحش، تمام؟ هنبدأ نخطط على الأرضية بتاعتنا اللي هي أوف وايت، أوف وايت رمادي. أنا نخطط بالطريقة دي، الموضوع هياخد وقت شوية. بعد ما خططنا بالطريقه اللي شفناها مع بعض يا جماعه، هنبدا نعمل الخطوط العرضيه عشان تطلع معانا شكل الطوب. يعني زي ما انتم شايفين هنثبت الاسطمبه كده، وانا اخد خط. بعد يا جماعة ما انهينا تخطيط الطوب، هنبدأ المرحلة اللي بعد كده. هنستخدم شكل سداسي وهنخطط بيه. شكل سداسي طبعا انا عامل له فيديوهات كتير، فهتظهر لكم علامة فوق كده فيها طريقة سهلة لعمل شكل سداسي. دوس عليها الناس اللي حابة تنفذ الديكور فعلا، يعني علشان ما نضيعش الوقت. بعد كده هنبدأ نرسم 6 اشكال سداسية في نص الجدار كده بالظبط، وهناخد 6 اشكال سداسية. هنسيب حوالي 20 سنتي في البداية ونبدأ نرسم 6 اشكال. ممكن طبعا تعمل اكتر من كده، ولكن انا ملتزم بتصميم ورق الحائط اللي انا بنقل منه، فعشان كده هحاول اطلع الرسمة زي اللي في الورق بالظبط. يعني هنتحدى نفسنا ونشوف. بعد كده هرسم واحدة فوق اول واحدة كده، وهبدأ ارسم شكل تاني معكم شايفين. بعد كده فوق الشكل التالت هسيب واحدة، وهاخد واحدة كده، تمام؟ هسيب واحدة فاضية، هاخد واحدة زي ما حضراتكم شايفين. التنسيق ده طبعا انا نقله يعني ومخططه برصاص، بعد كده ببدأ انفذه بالقلم ده عشان حضراتكم تشوفوه. في الاخر كده هاخد واحدة تاني، تمام، واخد واحدة جنبها برضو نفس الحكاية زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هاخد قصاد اخر واحدة كده، اسيب يعني واحدة، تمام، واخد واحدة وهبدأ ارسم منها واحدة تاني فوق برضو نفس القصة. نعم شايفين تحت نفس الحكاية، واخد واحدة بعدها كده برضو، تمام، وهبدأ اخد امتداد ليها زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده مرحلة التظليل يا جماعة، التظليل طبعا انا هظلل بالمسدس بتاعي، لكن ممكن تستخدم سبراي لونه رمادي موجود متوفر او فضي، يعني عشان الناس بس تعرف، لان لو قلت له رمادي ممكن ما يعرفش المواد لونه فضي. طبعا انا بظلل بلوك يا جماعه، وحتى التظليل انا بنقله من الرسمه وهعمله بيرفكت زي الرسمه. يعني ليه انا بستخدم دوكو؟ دوكو شفاف، هديك شفافيه، انت هتظلل واللي تحت هيفضل ظاهر زي ما هو، يعني مش هتغطي الرسمه اللي تحت. لكن لو استخدمت بلاستيك هيغطي الطوب، وانا مش عايز كده طبعا، انا عايز يبقى فيه ظل بحيث الرسمه تكون عايمه كده يعني فوق الطوب، وفي نفس الوقت يكون فيه شفافيه. هبدا ادهن الاشكال بتاعتي. الدهان اللي هنستخدمه ده بلاستيك لامع، ده لونه ابيض، يعني في اشكال لونها ابيض، فانا هبدا باللون الابيض، وبعد كده هغمق تدريجيا من الفاتح للغامق. هبدا ادهن اللون الابيض، ادهن الشكل ده برضه ابيض، فهلزقه باللزق طبعا علشان اختصر في الوقت وعشان النتيجه تطلع ممتازه. يعني اللزق بحدد وبيطلع الشكل حلو. الارضيه يا جماعه زي ما قلنا اوف وايت رمادي مط، تمام. المط هيساعدك في انك انت تلزق عليه وتشتغل عليه باريحيه، وبعد كده لو عايز تلمع اديله قرنيش مائي مفيش مشاكل. لكن المربعات دي لامع كلها طبعا، هنعرف دلوقتي ايه فايده اللامع بعدين. هبدا بعد كده الثلاث اشكال اللي لزقتهم هدهنهم اوف وايت بيج، تمام، وممكن اخد وجه واثنين وثلاثة لغاية لما الالوان الفاتحة تتغطي زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هبدأ الزق اربع اشكال وهدهنهم لون اخضر. الاخضر ده انا عامله من اللون الاخضر واللون الاصفر الجملي، وتشعير بسيط اسود هيطلع معاك الاخضر اللي حضرتك شايفه ده، تحسه يعني كده ايه مايل للرمادي شوية للرمادي. كل ما اغمق الالوان بتاعتك كل ما تحس انها بتغطي معاك طبعا. وفايده ان انا يا جماعه عملت الظل وبعد كده لونت، ان الالوان بتاعتي مش هي عليها اي ظل، فهتفضل مشرقه زي ما هي. لكن لو انا عملت التلوين الاول وبعدين ظللت بالعكس، هتبدا الظل يعكس على الوان وهبوظها. طبعا انا بعد كده عملت لون حمصي ودهنت بالشكلين اللي حضراتكم شايفينهم دول.
تمام، ده لون اصفر جملي بني يعني حمصي او كافيه زي ما سمي. بعد كده هدهن الاسود، هو كان في تركواز بس انا ما كانش متوفر عندي اللون الاخضر الازرق، فعلشان كده دهنت الاسود الاول. تمام، الاسود وش واحد هيغطي طبعا، تمام زي ما انتم شايفين شكلين هم اسود اللي موجودين معانا. وبعد كده هدهن اخيرا اللون التركواز الجميل. طبعا هي التركيبه يا جماعه كلها بصراحه يعني المهندس اللي صمم الشكل ده يعني يسلم زوجه الصراحه، تسلم دماغه. احنا يعني طب واحد بيقول لي طب هو انت ما صممتش الشكل وانت ايه تعمل ايه، احنا بنحاول نبدع في ان احنا نعمله بخامات بسيطه، وهتشوف ان شاء الله ان الشكل هيطلع هو هو اللي في الورق. هنبدا بعد كده هنظل تظليل خفيفه بالرمادي هو هو اللي كنا شغالين بيه. طبعا هدي المسدس وهدي خط كده من الظل خفيف جدا جدا عشان يميز الاشكال من بعضها، وهيجسم الشكل يا جماعه في نفس الوقت. طبعا بعد التظليله دي هتحس بفرق كبير، خطوه بسيطه لكن هتحس بفرق كبير في الشكل. زي ما حضراتكم شايفين الشكل الظلال تحسه كده ايه اصبح مجسم، يعني اصبح في 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 حياه كده. فهي الخطوه دي فايدتها في انها تضيف بعض الحياه للاشكال اللي احنا رسمناها. لكن الخطوه الاولانيه في الظل هتلاحظوا انها مخليه الشكل كانه عايم على على الديكور الطوب اللي عملناه بالقلم في الاول. هنبدا نعمل مرحله الظل دي من تحت بس مش من فوق عشان بس تكونوا عارفين. بعد كده ده سحاب مطاط يا جماعه، هبدا اعمل شكل زي الرخام كده، عرج رخام كده بالسحاب المطاط الازرق على الاسود. انا طبعا حتى العرج ده يعني رأيت ان انا اعمله زي الرسمه بتاعت الورق بالظبط، ببص في الموبايل وبرسم كأن يعني بنقول كده يعني تيبيكال. ونفس الحكايه هاخد عرج رخام في الشكل الاسود الثاني نفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين. سحاب المطاط سهل طبعا في شغله، يعني وانت بتاخد السحاب وبتفرده على الشكل اللي انت عايزه. الابيض بقى مش سحاب مطاط، اللي برسم بيه على الابيض ده جليز، ليدي جليز من جوتين، تمام. ودي فرشة لاين براش زي ما يسموها جماعة الرسامين اخواتها. طبعا اللاين براش هتبدأ تمشي كده وتعرج في العرج بتاعك، وبعد كده بالقماشة هتدق العرج وهتسيحه في الرسمة، هيطلع معاك شكل الرخام. طبعا العرج يا معا انا برضو نقله من الرسمة، يعني هي مش مألف حاجة، يعني انا بحاول ان انا بعمل الرسمة دي بطلعها تبكل بس مواد بسيطة وبتكلفة بسيطة للناس، يعني اللي مش هتقدر تشتري ورق حائط، او في ناس مش هتقدر، في ناس ما بتحبش ورق الحائط بيقول انه بيخلع ومشاكله كتير، فبالنسبة لها الرسم افضل يعني. فاحنا بنحاول يعني نرضي كل الازواج وبنحاول نلبي احتياجات كل عملائنا يعني وكل الناس اللي مشرفانا على القناة وعلى صفحة الفيسبوك. ده شكل النهائي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، طلع عندنا ديكور جميل جدا 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 وديكور راقي بفضل الله، ينفع في لو مكتب مثلا، خلفية مكتب، لو هتعمله في صالة، مكان استقبال، ديكور حلو وبسيط وهادي يعني ما شاء الله. حياة تفرح ان انا اعمل الديكور وفي الاخر اقتنع بيه. دي حياة بتخلي الواحد يعني يفرح ان هو فعلا التعب يعني اليوم تصوير كامل، بس ما يندمش ان هو ايه انه عمل الديكور. طبعا اتمنى لو حضراتكم عجبكم الديكور سوش تعملنا لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في القناة شرفونا وشاركوا في القناة فعلوا زر الجرس. حضراتكم على خير ان شاء الله، ودي القادمة افكار قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.